بطولة الأمم الإفريقية حصل فيها مفاجآت كتير جدا، خروج غانا والجزائر واحتلال تونس المركز الثالث في مجموعته وصعوده ضمن أفضل ثالث في البطولة. خلونا دلوقتي مشاهدينا نشوف مواجهات دور ال 16 وفرص المنتخبات مع الناقد الرياضي الأستاذ محمد مصطفى. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير لدى وصباح الخير على كل المشاهدين. يعني بداية عايزين نعرف من حضرتك ايه كانت ابرز مفاجآت دور المجموعات؟ طبعا لا صوت يعلو فوق صوت خروج الجزائر. الجزائر بطل كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019، حامل اللقب وكمان بطل كأس العرب منذ يعني بأيام نقدر نقول، بعد ما غاب عنها نجومها رياض محرز وإسماعيل بن ناصر وعدد كبير من النجوم، استطاعت من خلال الصف الثاني أن هي تفوز بكأس العرب. فالكل توقع أن المنتخب الجزائري بقيادة جمال بالماضي أنه يواصل سلسلته، سلسلة اللا هزيمة والتتويج بكأس الأمم، ولكن طبعا الخروج كمان في مجموعة تضم سيراليون وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار كانت مفاجأة، وخاصة أن المنتخب الجزائري لم يسجل سوى هدف وحيد أمام كوت ديفوار كمان في آخر دقائق قبل وداعها البطولة. ده كان أبرز غياب أو أبرز مفاجأة. ثم طبعا مفاجأة غانا، طبعا غانا برضو بتضم مجموعه مش مجموعه صعبه خالص، ده مجموعه بتضم جزر القمر اللي تاهلت للمره الاولى في تاريخها في مشاركتها كمركز ثالث افضل توالد. برضو خروج المنتخب الغاني يعني كان مفاجاه برضو كبيره في كاس الامم الافريقيه، صعود طبعا منتخب جزر القمر، صعود كاب فيردي كمان كان مفاجاه ان هم يكملوا لدور ال 16 للكاس الامم. طب ايه توقعات حضرتك لمباريات دور ال 16؟ أظن أنه أصعب مباراتين في دور الستاشر هما مباراتي مصر مع كوت ديفوار وتونس أمام نيجيريا. تونس كانت برضو مفاجأة، يعني نقدر نقول أن تونس بالأداء اللي ظهرت بيه والخسارة أمام جامبيا في ظهورها الأول في البطولة والخسارة أمام مالي طبعا مع وجود فضيحة تحكيمية، ولكن نقدر نقول برضو المنتخب التونسي كان يقدر أنه يعوض في مباراة جامبيا وان هو يصعد تاني يتجنب مواجهة منتخب نيجيريا، المنتخب الوحيد اللي جمع العلامة الكاملة في دور المجموعات. فانا اظن ان المنتخب التونسي برضو وضع نفسه في ورق. احنا برضو نفس الكلام، يعني خسارتنا مباراة نيجيريا خلتنا نروح في سكة صعبة قوي، كوت ديفوار في دور الستاشر، وفي حال تجاوزنا كوت ديفوار احنا بنتكلم ان احنا هنقابل المغرب، الفايز من المغرب وملاوي في دور الثمانية، لو تجاوزنا المغرب هنروح في سكة اللي هي الكاميرون اللي هيفوز بمباراة جامبيا وغينيا ومباراة الكاميرون وجزر القمر، الطريق ده اللي احنا هنقابله في دور الأربعة احتمال كبير يكون الكاميرون، فبالتالي احنا صعبنا المأمورية على نفسنا. المنتخب الكوت ديفواري بيضم يعني بوم المدرب بتاعهم ده كان المساعد بتاع حرفي رينار، كان المدير الفني الاسبق لمنتخب كوت ديفوار، فبالتالي عارف كل مفاتيح لعب فرقته، قادر ان هو يوظف لعبته بشكل كويس. عندهم كيسيه نجم ميلان، عندهم هالر نجم اياكس من امستردام، عندهم سنجاري اللي احرز الهدف الثاني امبارح نجم ايندهوفن، اوري برضه الباك رايت مالي توتنهام السابق وفيريال الحالي، عندهم تخم من النجوم ولاعيبه ثقيله جدا. ولكن المميز عندنا واللي احنا لازم نركز عليه ان احنا عندنا نجوم كبيره نمره واحد، ان احنا عندنا كل ما بنقدم او كل ما بنستمر في البطوله كل ما الاداء بيختلف وبيتصاعد، والنقطه الثالثه مهمه جدا ان احنا قابلنا كوت ديفوار في اخر اربع بطولات توجنا بيها. 86 كسبنا على كوت ديفوار في المجموعات 2-0، 98 كسبنا على كوت ديفوار في دور الثمانيه بضربات الترجيح تحت قياده الكابتن جوهري، 2006 في القاهره مع حسن شحاته كسبنا كوت ديفوار في المجموعات 3-1 وفي النهائي بضربات الترجيح بعد تالق عصام الحضري امام ديدييه دروكبا، والبطوله الاخيره اكتساح كوت ديفوار 4-1 الجيل العظيم اللي ضم ابو تريكه وزدان وعمرو زكي وعماد متعب وغيرهم. فانا اظن ان شاء الله ذكرياتنا مع كوت ديفوار وتفوقنا الكاسح مع ضمنا عدد من النجوم وتصاعد ادائنا مع الوقت، اظن ان شاء الله احنا هنتجاوز كوت ديفوار وهنقابل ان شاء الله مالي في دور الثمانيه. بقيه المباريات اظن ان هي مش هتخرج عن نطاقها الطبيعي، السنغال هتعدي كاب فيردي، وفي مباريات متكافئه بقى يعني مثلا الجابون وبوركينا فاسو اظن ان دي هتبقى مباراه متكافئه وهتكون مباراه اظن صعبه. نتمنى التوفيق والفوز ان شاء الله لمنتخبنا الوطني. طب استاذ محمد، هل الاجواء في الكاميرون من رطوبه وسوء ارضيه اثر على حاله البطوله اللي لغايه دلوقتي فنيا مش مظبوطه؟
بالتأكيد يعني الكل كان بيتكلم ان في مخاوف كتيره جدا مش الرطوبه وارضيه الملعب بس، لا احنا بنتكلم كمان ان الكاميرون اخرت جدا تجهيزاتها للبطوله، والكلام والسجال اللي كان داير هل الكاميرون قادر على التنظيم ولا لا بالتأكيد اثر حتى على الاستعدادات النفسيه للعيبه اللي يحضروا البطوله. ضغط الانديه الاوروبيه وانفانتينو نفسه رئيس الفيفا ضغطه في تأجيل البطولة تجنبا لسفر اللاعبين وسط الموسم، تجمع المنتخبات لوقت قليل قوي، يعني احنا بنتكلم المنتخبات الجماعية قبل البطولة بخمس وست أيام، وده وقت قليل جدا قبل البطولة طبعا مع سوء الأرضية، مع طبعا الفضائح اللي احنا شفناها فضيحة تحتمية الشيكازوي الحكم الزامبي في مباراة تونس ومالي، بنتكلم في عزف سلام وطني لموريتانيا غير السلام الوطني بتاعهم، بنتكلم في يعني مشاكل إدارية كتيرة جدا حصلت في البطولة، فبالتأكيد أثرت على الفرق وأثرت على المنتخبات الكبيرة كمان، يعني منتخب الجزائر منتخب بيحب يلعب كورة على الأرض، رياض محرز واحد من أحرف لعيبة العالم، إسماعيل بن ناصر بلايلي، ولكن طبعا سوء الأرضية اللي ظهر أظن إنه أدى إلى ضعف المستوى والمردود الفني اللي احنا شفناه، يعني حتى صحيفة جزائرية تحدثت امبارح وقالت ان لما الملعب يكون بالمستوى ده الجرار هيتفوق على الفراري، يعني ده كان تعليق كوميدي جدا من صحيفة جزائرية، ولكن في النهاية هو عليك وعليا، يعني على الجزائر وعلى كوتيفوار، يعني على الجزائر وغينيا الاستوائية، ولكن طبعا المنتخبات الأقل في المستوى تحب تلعب في نوعيات الأرضية دي، وإحنا هنواجه مشاكل، عشان كده كيروش برضو لازم يفكر إزاي إنه يقدر يتجاوز المشاكل الفنية بسبب سوء أرضية الملعب، طبعا مع وجود خصم قوي زي منتخب كوت ديفوار برضو علينا إن إحنا ندرسه كويس قوي ونقدر نحسن خلال الخمس ست أيام القادمين، قدامنا فرصة خمس أيام نقدر إن إحنا نحسن أداء وشكل المنتخب قبل مواجهة كوت ديفوار. شكرا لحضرتك يا أستاذ محمد. يعني مشاهدينا بنشكر الناقد الرياضي الأستاذ محمد مصطفى، كنت معانا عبر الهاتف.